صور مع ابويا دلوقتي ان شاء الله. تمكنت من ان انا اخليه يصور معايا. اي يابا يابا باين ولا ايه؟ باين كده مكعب مني. لازم نقرب شويه. بس نقرب يا باشا، نقرب يا حاجه. لا والله ما هو حازم معاه شويه. حازم لانه عبيط. شكرا والله. ما حد عشان على حاجه لا ما اتفقناش. ما تخليك، طب خليك راقب برضه عشان تغششني، عشان وجودك يعني بينتعش شويه الواحد. عشان انا وكئيب يعني. طب ايه؟ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ماشي. طب بقول لك ايه، بص كده يعني اقعد كده كده. ايوه كده ماشي. بس تعالى يعني احنا يا عم تعالى علينا كده بس. ادخل كده عادي كده عادي. دخلنا اهو. دلوقتي في يعني صراع اجيال او حاجه زي كده ما بين فكره ان اسافر واشتغل بره مصر واشتغل في الكارير بتاعي، ولو انا اتخرجت من طب ولا هندسه ولا مش عارف ايه اروح، انا عارف ان انا ممل وخلاص بقى، والسعوديه ولا الخليج ولا ايا كان، ولا اعافر في مصر واحاول واعمل واجيب اخري وبتاع، واحاول اصنع لنفسي الامل ايا كان هو ايه بقى في مصر. فالمناقشه دي هتبقى على كده، واحنا الاثنين انا وابويا عكس بعض خالص في الفكر ده. قول لي ايه رايك في الموضوع ده. يعني ايه عكس بعض في الفكر ده؟ يعني انا عايز اقعد في مصر واجيب اخري فيها، لان انا بالنسبه لي حاسس ان انا ان هو استسهال لو سافرت. في ناس كتير قوي ما عندهاش الفرصه دي، فانا عايز افضل قاعد لحد ما اعرف اثبت ان لا، لو قعدت في مصر ما هوش وحش ولا حاجه، وان انت ينفع تعمل فيها حاجه. بص بص، هو انا شايف ان المعاني المطلقه لاي حاجه ما هياش موجوده. يعني انت عشان تقول لك انا ايه، انا هقعد في مصر وانجح، ممكن انا هسافر بره وانجح، ممكن. احنا بنشوف اللي غالبيه الناس عليه، اللي غالبيه خبراتنا انطبقت عليه. هو اللي خارج بره ده ناجح؟ لا مش شرط. هو انا دلوقتي لو جيت غيرت الجغرافيا، بدل ما انا موجود في مصر رحت قعدت في امريكا، تغيير الجغرافيا دي مش انا نفس الشخص؟ مش انا اللي بصنع النجاح هنا وبصنع النجاح هنا؟ عوامل الاحباط اللي موجوده حواليك في مصر في زيها عوامل احباط هتبقى موجوده برضو هناك. اصل الموضوع انت اذا قادر انك انت تنجح في مصر رغم كل المحبطات وكل الحاجات دي، هتنجح في اي مكان تاني، لان اي مكان تاني مجموع الاحباط اللي فيه اقل. لكن هل النجاح في مصر سهل؟ ما هوش سهل. هل النجاح في امريكا سهل؟ ما هوش سهل. اسهل؟ لا ما هوش سهل. هل اللي بيسافر السعوديه وينجح هناك ويستمر هناك ده بيعيش حياه حاجه جميله والدنيا كذا وبيحضنوه في الشوارع عشان يقولوا له تعالى عالج الناس اللي عندنا لحسن انت الدكتور الوحيد؟ هل لما بتروح امريكا بيقول لك تعالى لان الناس ميته هنا وعايزينك انت اللي تعالجنا وتحبنا وتورينا اللي احنا مش عارفينه؟ في كل مكان في كفاح. يعني انت تنصح المتخرج او اللي بيقول لك عايز يسافر بره مصر خالص؟ لا، اللي يسافر بره مصر دي عشان يغير المناخ، عشان شكل الشجر اللي بره مصر احسن من الشجر اللي جوه مصر، ما حلناش ازمه. انت هتسافر بره عشان تعمل ايه؟ هل انت قادر انك انت تعمل حاجه مميزه تتميز فيها بره عشان الناس اللي بره يلاقوك متميز عن عيالهم فيشغلوك ويفضلوك عليهم؟ ولا انت خارج بره عشان بره في شجر حلو وارض حلوه والزباله ما فيش والكلام ده ما فيش؟ هتروح وتقعد شهر تلاقي الشجر حلو، وتلاقي الناس بتقف طابورك حلو وشكله حلو، وتلاقي الناس لابسه شورتات حلوه. طيب انت فين من القصه دي؟ نجحت؟ لا ما نجحتش. المجتمع جميل ولذيذ واخر جمال والدنيا زي الفل. طيب وبعدين وانا فين من الدنيا دي؟ خاصه انك انت مش من الفئه من الناس اللي خارجه من مصر عشان مش لاقيه تاكل. ما هو في واحد انا اقدر اخليه يخرج ويبقى راضي في اي حته يروح فيها، ده اللي هو مش لاقي هنا اي حاجه يقيم عليها حياه. لكن اجي واحد متعلم وعنده عربية وعنده فلوس وعنده أفكار وعنده أصدقاء وأقول له لا روح هناك، هناك أحسن، هو هيروح هناك يعمل إيه؟ عايز يروح هناك عشان يقعد هنا زي هنا زي ما هو قاعد هناك؟ يبقى هي بقى ده أبشر إنه هو مش هينجح هناك. يعني أنت دلوقتي عندك قصة طويلة جدا مع السفر بره مصر. يعني أنت يعتبر ما قعدتش في مصر واشتغلت فيها ربع الوقت اللي أنت اشتغلته فيه بره. مظبوط. انا اشتغلت في دول ما هي منها متخلف جدا وما هي منها متقدم جدا. اشتغلت في دول عربيه واشتغلت في دول اجنبيه، وعرفت كتير جدا من طباع الناس وردود فعل الناس واراء الناس في جنسيات مختلفه وفي كالتشرز ايه مختلفه. خلاصه الكلام انه انت لازم يكون عندك عنصر اساسي شخصي
في داخلك بيقول انك هتنجح وقادر على النجاح، بعد كده حطك في اي جغرافيا هتنجح. يعني المكان مش فارق، انت بتقول كده فارق بس مش هو ده نمره واحد. تمام. لو قسمناها نسب، تلتين النجاح ده عنصر شخصي، انك انت بتقوم بدري، بتكافح، بتسأل اللي ما تعرفوش بتسأل تاني فيه، الامتحان اللي بتسقط فيه بتذاكر تاني عشان تنجح فيه، بتقنع نفسك ان هنا لا كويس وهكافح وهعمل، لما هتروح مكان تاني برضو نفس الصعوبات هتقابلك. فانت لو بتتكسر بسهولة هتتكسر بسهولة عند اي صعاب، لو قادر تبرزست وتحارب وتكافح هتكافح في اي مكان تاني. برا مصر الاحباطات اقل، قوانين مفعلة اكتر، الواحد بياخد حقه اكتر، لكن مش بنفس النسبة اللي انا لو حطيت واحد فاشل في مصر هيروح هناك ينجح، لا لازم تحط واحد ناجح في مصر عشان يروح يحقق نجاح اعلى من اي حد من اقرانه من هناك. لكن ما ينفعش اخد واحد هنا هامل وضعيف في مصر واقوم اروح احطه في استراليا مثلا يبقى انجح واحد، او يبقى نص الناس اللي هناك ايه ناجح في وسط الناس اللي هناك، لا ما هياش كده. يعني انت مش شايف ان الناس اللي زيي والناس اللي شايفه فيه امل في مصر، انا شايف ان انت مش شايف ان في امل في مصر وانت قلتها لي قبل كده، فانت شايف ان في امل وبتبص على الناس اللي زيي والشباب اللي عايزين يقعدوا في البلد وكده على ان هم بيهلكوا في حاجه ملهاش مش هتجيب نتيجه. انا بقول لك هي الفكره ان يعني الحاجات اللي هي قطعيه محدش عارفها، كل واحد بيقيس حسب تجاربه الشخصيه ووجهات نظره اللي هي كونت اصلا نتيجه تجارب شخصيه قبل كده كتير. فانا بالنسبه لي شايف ان شاب متخرج مثلا مهندس او دكتور او اي او محاسب واشتغل مثلا سنتين ثلاثة في مصر واصبح عنده خبرة كويسة، لازم ينطلق في مكان بيجيب فلوس. وجودك في مصر بيجيب كام؟ 800 جنيه. طيب لما تشتغل في السعودية مثلا هتجيب كام؟ 12000 ريال. قارن بهذا الشكل، انت محتاج كام؟ محتاج نص مليون عشان تتجوز وتبدأ حياتك. هتجيبهم بعد كام سنة في مصر؟ 45 سنة. هتجيبهم بعد كام في اي دولة تانية؟ 12 سنة. هي دي الحسبة اللي انا شايفها بتوفي. يعني مثلا عشان واحد يقعد هنا ويقعد يعافر في الصخر، عافر خد لك شهادة اتعلم خبرات، بس بعد كده حط نفسك في المكان اللي يقيم خبراتك دي، روح حط مهاراتك دي في مكان حد يقدرك فيه. انا باني الكلام ده كله على ايه؟ على خبراتي الشخصية. ما انا بشتغل في مصر ب 1250 جنيه هقعد ليه؟ وانا عايز مثلا فلوس عشان اشتري عربية وعشان اشتغل وعشان اعمل مشروع وعشان كذا وكذا وكذا، عادي في مصر مش هيجيب لي هذا الكلام. انا مفيش مانع ان انا اغترب 3 سنين 5 سنين بس انت عارف اجمع فيها الفلوس دي واجي وارجع. ما هي بيرجع ارجع دي ما حدش بيعمل كده، بيقعد مدى الحياة أوش. لا ما عادش ينفع، لان الدول الاجنبية اللي هي الخليج مثلا على سبيل المثال عيالها بدأت تطلع تمسك اماكن. في نفس الوقت الدول دي بدأت تبقى قاسية جدا في المعايير اللي بتاخد اي حد يشتغل عندها. في نفس الوقت الدول دي بتعاني حاليا من مشاكل اقتصادية، فاللي بيحصل ايه؟ انهم بدأوا يقللوا على الاجانب ويفتحوا لعيالهم شوية عشان عندهم برضو خريجين وعندهم ناس متعلمة وكل حاجة. عايز تعيش في مصر ابتكر، تبقى قادر انك انت تصبر. طب خلينا اسألك، هل انت شايف انه فكرة ان تعمل اللي انت بتحبه ضد انك تشتغل شغلانه بتجيب فلوس كتير دي سذاجه؟ يعني انا دايما بدعو الناس ان هم يعملوا اللي هم بيحبوه والفلوس هتيجي ومش عارف ايه، هل ده ابروتش ساذج؟ لا لا، هو احسن حاجه انك انت تشتغل اللي بتحبه يكون هو مهنتك، ده الظروف الايه المثلى. وحيث ان احنا اصلا بنعيش في مجتمع ما فيش فيه مثاليات، يعني او تكاد تكون الاطار الضعيف القليل جدا، انت حاليا محتاج اساسيات في الحياه، محتاج تاكل اللحظة دي. ممكن جدا اروح اتنازل واكل سندويتش مش نضيف قوي، مع ان انا عارف كويس قوي ان لازم السندويتش يبقى في طبق فيه كذا وفيه مش عارف ايه وحلو قوي وجنبه منديل ومش عارف ليه، لان الضروريات هي اللي بتفرض عليا. انا حاليا موجود في حاجة انا بحبها جدا، ولكن لو اشتغلتها مش هتجيب لي فلوس، بالعكس هتبعدني عن مجالي الاصلي اللي انا اتعلمت فيه عشان ابدع فيه وعشان يبقى هو ده الكارير الاصلي بتاعي واللي ضحيت فيه بسبع ثمان سنين دراسه. مضطر جدا ان انا امشي حاليا عشان عايز نص مليون في نهايه الثلاث اربع سنين الاولانيه في حياتي، محتاج ان انا لازم اشتغل في المجال اللي هو بيجيب فلوس. ربما لو جبت فلوس من هذا المجال اقدر احيي المجال التاني اللي انا بحبه. اذا كان المجال اللي انت بتحبه ما بيجيبلكش الفلوس اللي تقيم حياتك
يبقى انا في تصوري ان هو ما ينفعش انك انت تستمر فيه. غير اولوياتك، حب حاجه تانية. انت شايف كده؟ شايف ان انا شايف حب حاجه تانية دي حاجه وارده اصلا؟ انا شايف ان هذا هو الحياه. الحياه بتخليك احيانا تعالج مريض بدواء يموت جزء فيه. عشان ايه؟ عشان دي ضروره. انا بموت خلايا السرطان بس بموت ثلث جسم المريض جنبي، والا خلي السرطان يرعى فيه بقى ويموت. كنت بحب جدا الموسيقى، ولكن لو عملت الموسيقى دي كارير ليا هشتغل ورا رقاصه، وده منافي لايه؟ ها ليه ديني؟ عرفتش اعمل كده. لازم اشوف لي مهنه تاكلني وتجيب لي عيش وتصرف عليا في الحياه. لو كان المهنه اللي انا بحبها ما جابتليش هذا الكلام او عرضتني لمهلكه، يبقى لازم ان انا على طول اغير. دي لازم اتمتع، الانسان يتمتع بان هو يبقى عنده سويتش لحياته، يشوف نجاحه فين، يشوف هيجيب فلوس منين، يشوف هيعيش ازاي. انا شايفك من شويه بتقول للناس ايه اللي لسه متخرج ومش عارف يعمل ايه، يشتغل اي حاجه. ليه يشتغل اي حاجه؟ عشان يستكشف، ولما يستكشف يمكن جدا يطلع له حاجه هو ممكن يبدع فيها وتجيب له فلوس. ما هي المعادله كده، انك انت لازم تبدع في حاجه وتجيب لك فلوس. ايوه دايما الواحد لما بيحب حاجه بيبقى نفسه يشتغل فيها، بيبقى نفسه يبدع فيها. لازم يحط في دماغه وهو بيفكر في المرحله دي كده على طول، الحاجه اللي انا بحبها دي وامشي فيها في السكه دي هتجيب لي مردود ولا لا؟ اذا كان مش هتجيب مردود يبقى من الاول بقى بدل ما امشي في السكه دي انا اغيرها. مردود مادي ولا مردود ايه؟ مردود مالي طبعا. من هي الحياه ايه يعني؟ ده المقياس الوحيد لا مش الوحيد، ده مقياس اساسي. انا هشتغل دلوقتي وابدع وما نمشي بالليل واقعد اقرا في موضوعات وبعدين في النهايه ما تجيبليش مردود مالي يبقى ملهاش قيمه. يعني الخلاصه ان انت بتقول ان انت عدم الكسب ده نفسه هيخليك تكره الحاجه دي. عشان نربط بس بين الاحلام وبين وبين الحياه، لان فعلا انا كان عندي نفس المشكله دي برضه، ان انا احلام السنين ومفيش اي، وحتى الان اظن عندي المشكله دي، بحلم بزياده شويه وحوار الفلوس ثانوي شويه بالنسبه لي. فالحوار ده الكلام ده قوي وبيفرق. انت ايه رايك في اللي انا بعمله؟ هي فكره طبعا كويسه، يعني فيها ابداعيه كويسه مفيش شك، حابب انك انت تستمر فيه وتبدع فيه. الانتاج الابداعي بتاعك كويس جدا، من حيث الخطوط، من حيث التصميمات، من حيث افكار كل لون ليه مميز، يعني دي كلها افكار ايه إبداعية جميلة جدا. بتابع التعليقات وبتابع الكلام اللي بيتكتب ووجهات نظر الناس، فبلاقي برضو انك انت ناجح في الشيء ده، وده بيفرحني. يعني كنت اتمنى ان انت تبقى تمسك الهندسة وبعدين تتفرع منها للموضوع ده، وان لما تبقى قوي في الهندسة تقوي هذا الموضوع. لكن حس انه انت ماشي وناجح في التوجه ده هو اللي يهمني. المحتوى بتاع الفلوجات وبتاع المسجات اللي انت بتديها بيبقى عايز محتوى علمي ومحتوى دراسي يعني ادق من اللي انت بتقوله. لكن انا شايف انك انت بتتطور، يعني في تطور موجود من الفلوج نمره 1 للنمره 45. لو انت شفت هتلاقي فيه ايه الكونتنت نفسه، محتوى الحاجه بيزيد بيتحسن، وكميه الاداء بتتحسن. كل اللي انا بدعوه لك انك انت بس تبذل مزيد من الجهد، في نفس الوقت تقرا زياده شويه. ما تيجي تتعرض لمسائل فيها فكر وفيها دين وفيها حاجات زي كده، لازم يبقى عندك خلفيه انت بتتكلم في ايه وهيتفهم ازاي ومصدرك ايه، خد بالك عشان دي حاجات بتعمل ايه كونفيوجن للناس اكتر من ما انت متخيل. ماشي، وصلنا قد ايه كده؟ كده 24 دقيقه بس. قشطه، انا بمنتج بفلتر فلترت السنين. يعني مبسوط؟ ها كويس.